بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، بنعود معاكم اللقاء على منصتكم، منصة البث المباشر مع دروس الكيمياء، كيمياء الصف الأول الثانوي. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة اللي فاتت يا أولادي كنا اتعلمنا مع بعض التفاعلات النووية إن هي أنواع، وخدنا أول نوع فيها. النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا في موضوع أنواع التفاعلات النووية. كنا خدنا التحول الطبيعي للعناصر، عرفنا ان العنصر المشع بيتحول لعنصر تاني بفقد جسيم بيتا او جسيم الفا، فاذا فقد العنصر المشع نواة الهيليوم اللي هي متصورة او متمثلة في جسيم الفا، بيقل عدد الذري بمقدار 2 ويقل عدد الكتلة بمقدار 4 ويدينا عنصر جديد. أما إذا فقد بيتا بيتحول أيضا لعنصر جديد بس يزيد عدد الذري بمقدار 1 بينما يظل عدد الكتلة كما هو. خدنا أمثلة للتفاعلات التحول الطبيعي للعناصر الحصة الماضية، وعلى بركة الله هنكمل كلامنا على بقية أنواع التفاعلات النووية. هناخد النهاردة إن شاء الله أولادي تفاعلات التحول النووي، وتفاعلات الانشطار النووي، وتفاعلات الاندماج النووي. يبقى التفاعلات النووية عندي 4 أنواع: تحول طبيعي للعناصر اللي هو بينتج من نشاط الإشعاعي لبعض العناصر المشعة وبتدينا عناصر جديدة، دي بتتم الموضوع ده بيتم تلقائي بدون تدخل الإنسان اللي هو التحول الطبيعي للعناصر. تفاعلات التحول النووي الإنسان بقى بيتدخل فيها، والانشطار النووي والاندماج النووي، دي هناخد بقية التفاعلات بإذن الله على بركة ربنا سبحانه وتعالى. نبتدي حصتنا. التحول النووي العنصري. طيب التحول النووي العنصري ده تفاعل بيتم بين نواتين، إحداهما يتم تسريعها بسميها القذيفة والأخرى تسمى الهدف. يعني أنا عندي نواة منهم تسمى القذيفة والنواة الأخرى اسمها الهدف. الهدف ده نواة أنا عايزة أحدث فيها اضطراب. اضطراب يعني هقذفها بقذيفة نووية. يعني ايه قذيفة نووية يا مس؟ قال لي يعني نواة هيتم تسريحها بالمعجلات النووية عشان اقذف بيها نواة اخرى. النواة الاخرى دي اللي هيتم قذفها اسمها الهدف. يبقى التفاعل النووي او التحول النووي العنصري تفاعل بين نواتين، واحدة اسمها القذيفة والاخرى اسمها الهدف. يبقى لما انا اسالك يعني ايه تحول نووي؟ هتقول لي تفاعل يتم بين نواتين، احداهما تم تسريعها بواسطه المعجلات النوويه زي الفاندجراف زي ما هنشوف دلوقتي يا ولادي، وهسميها القذيفه. اللي هيتم تعجيلها دي اللي هيتم تسريعها اسمها القذيفه، والاخرى النواه الاخرى اللي هيتم قذفها تسمى الهدف. امثله بقى وخطوات حدوث التحول النووي اللي بيتم قذف الهدف بالقذيفة المناسبة. طيب اللي قدامي على الشاشة ده المعجل اللي هو زي الفاند جراف بيطلق القذيفة النووية. النواة اللي اتقذفت دي اتغير لونها، شايفين احنا لونها بقى احمر اهو، بقت نواة مركبة غير مستقرة، طاقتها عالية جدا. ايه اللي هيحصل للنواة المركبة دي؟ قال النواة المركبة بتفقد طاقتها الزائدة عشان تتحول الى وضع الاستقرار. طيب عشان تتحول لوضع الاستقرار يبقى هيحصل تحول نووي للعنصر. يتم تسريع القذيفة بواسطة أجهزة اسمها المعجلات النووية زي الفاند جراف والسيكلوترون. طب يا ولادي التحول النووي العنصري اللي احنا قلنا ازاي بيحصل دلوقتي؟ قال لي في قذيفة نووية هيتم تعجيلها أو تسريعها بواسطة الفاند جراف المعجلات النووية، هيتم قذف النواة الهدف بهذه القذيفة. النواة الهدف دي بعد ما أخذت القذيفة هتتحول لحاجة اسمها نواة مركبة. النواة المركبة دي مضطربة غير مستقرة، بتاخد جزء من الثانية عشان إيه؟ عشان تستقر تقوم إيه؟ تتحول إلى حاجة جديدة يا ولاد. تعالوا نشوف أنواع القذائف النووية اللي أنا ممكن أستخدمها في الموضوع ده. قال لي قذيفة البروتون، وايه كمان؟ قال لي ديوتروم اتش 1 2 وقذيفه الفا اتش اي 2 4 اللي هي نواه الهيليوم،
وقذيفة النيوترون. طب إيه أفضلهم يا مس؟ ما أفضل هذه القذائف اللي أنا ممكن أستخدمها في التحول النووي ده يا ولاد؟ قال لي أفضل قذيفة ممكن نستخدمها النيوترون. ليه يا مس؟ قال لي أولاً الكتلة بتاعته مناسبة، ثانيا ملوش شحنة، يعني مش هيصطدم بالنواة ويتنافر ويحصل تنافر بينه وبين النواة، يبقى أفضل القذائف النووية الأربعة اللي قدامك دول النيترون، علشان هو النيترون أنت عارف إن هو متعادل، والنواة اللي هيتم قذفها تحمل شحنة موجبة، علشان ما يحصلش تنافر فالنيترون هو أفضل قذيفة نووية بالنسبة لي، بالنسبة للأربعة اللي قدامي دول. يبقى انا امثله للقذائف النوويه، انا هاخد امثله للتفاعلات النوويه واستخدام كل قذيفه في تفاعل معين. فقلنا القذائف النوويه عندي اربعه، البروتون H11، النيوترون H12، دقيقه الفا HE24، النيترون N01. اول من اجرى تفاعل نووي صناعي كان العالم راذرفورد يا ولاد، اكتشف انه عند مرور اشعه الفا في غاز النيتروجين بتتحول الى نواه مركبه غير مستقره اللي هي نواه الفلور. طيب دقيقه الفا، تعالى نفكر مع بعض، دقيقه الفا اتش اي 2 4 يعني عددها الذري 2، والنيتروجين عدد الذري 7، 2 و7 يبقوا 9، مين اللي مين العنصر اللي عدد الذري 9؟ الفلور اف 9. طيب النيتروجين هيتحول الى الفلور عند مرور الفا خلال غاز النيتروجين. طب النواه الغير مستقره نواه الفلور دي هتاخد جزء من الثانيه وهتفقد طاقتها الزايده على هيئه بروتون. طيب لما البروتون يخرج منها كده العدد الذري يقل واحد، بدل ما كان 9 يبقى 8. مين النواه اللي عددها الذري 8؟ الاكسجين. يبقى النيتروجين ممكن يتحول الى الاكسجين. قال لي في التحول النووي العنصري انا ممكن احول عنصر لعنصر اخر. مين العالم اللي عمل لنا الموضوع ده؟ العالم راذرفورد. عمل ايه يا مس؟ قال لي عند امرار اشعه الفا في غاز النيتروجين اول خطوه حصل ان النيتروجين اتحد بالقذيفه اللي هي الفا وتحول الى نواه مركبه اسمها الفلور. النواه المركبه يا ولادي غير مستقره، نواه طاقتها زايده، لازم تستقر. طب عشان تستقر هتفقد الطاقه الزايده دي يا ولاد على هيئة بروتون وتنتج نواة جديدة لعنصر جديد اسمه عنصر الأكسجين. يبقى عرفنا العالم راذرفورد أول من أجرى تفاعل نووي صناعي كان العالم مين يا ولاد؟ كان العالم راذرفورد. أدي النيتروجين N7 14 زائد HE24 زائد ألفا، أدينا الأول نواة مركبة اللي هي الفلور F9 18. النواة المركبة طاقتها زايدة، هتفقد هذه الطاقة في صورة بروتون ويتكون عنصر جديد اسمه ايه يا ولاد؟ الأكسجين O8 17. خلي بالك إن مجموع الأعداد الذرية في الطرفين لازم تبقى متساوية، ومجموع الأعداد الكتلية في الطرفين لازم تبقى متساوية، في أي معادلة نووية لازم المعادلة النووية تكون موزونة، تحفظ الشحنة وتحفظ الكتلة والطاقة. إزاي يا مس؟ قال لي حفظ الشحنة يعني العدد الذري، مجموع الأعداد الذرية في طرفي المعادلة متساوية 2 و7 9، والطرف الآخر 8 و1 9. طب أعداد الكتلة 14 و4 18، 17 و1 18. تمام، يبقى المثال اللي قدامي على الشاشة ده يا ولادي ده أول تفاعل نووي صناعي أجري في العالم. مين اللي عمله؟ العالم راذرفورد. عمل ايه؟ قال عند امرار اشعه الفا في غاز النيتروجين تكون الاكسجين وخرج البروتون. وخرج ايه؟ البروتون. ليه؟ قال لان في البدايه تكونت نواه مركبه اسمها الفلور. النواه المركبه دي طاقتها عاليه جدا، فعشان تستقر بتتحول لحاجه جديده، تفقد بروتون وتتحول الى الاكسجين نظير الاكسجين O8 17. أمثلة على التحول النووي، يعني هناخد مجموعة من التفاعلات نعرف بيها إزاي بيتم هذا النوع من أنواع التفاعلات. قال لي الألمونيوم Al13-27 بقذفه بقذيفة إيه؟ H11 هو قذيفة إيه يا ولادي؟ قال لي ده قذيفة البروتون.
طيب هيديني نواة في البداية، بيديني نواة مركبة يعني تجمع الاثنين مع بعض 13 و1 14. مين النواة اللي عددها الذر 14؟ نواة السيليكون. و27 و1 28، السيليكون 14 28، دي نواة مركبة غير مستقرة، طاقتها زايدة، بتستقر بيخرج منها ألفا HA2O4 ويتكون المغنيسيوم Mg1224. يبقى ده مثال على تحول نووي. الألمونيوم لما أقذفه بقذيفة البروتون، أنا كده استخدمت البروتون كقذيفة، استخدمنا البروتون كقذيفة في هذا التفاعل، ضربنا بيه إيه؟ نواة الألمونيوم، قذفنا بيه نواة الألمونيوم، اتكونت نواة مركبة من السيليكون. السيليكون النواة المركبة احنا هنتفق ان النواة المركبة طاقتها زايدة ولازم تتحول عشان تستقر، فعشان تتحول هتفقد ألفا. طيب ألفا دي HA2O4 بقى كام ال 14 يا ولادي؟ بقى 12. يبقى مين العنصر اللي عدده الذر 12؟ المغنيسيوم Mg12. يبقى 12 24 واجمع الأعداد الذرية في الطرفين هتلاقيها متساوية، يبقى المعادلة بتاعتي دي معادلة تمام مظبوطة. طيب المغنيسيوم نظير المغنيسيوم Mg12 26، هنقذفه بقذيفة الديوترون تمام، اللي بيتكون الأول يا ولادي اللي المفروض هتتكون نواة مركبة بتجمع الاثنين مع بعض، الأعداد الذرية بتاعة القذيفة وبتاعة النواة الهدف اجمعهم مع بعض 12 1 13، أنا عارفة إن الألمونيوم هو ال 13، يبقى هتتكون نظير الألمونيوم AL 13 28 نواة مركبة طاقتها زايدة، وأنت شايف اللي هي باللون الأصفر أهي، علشان النواة دي مختلفة عن بقية التفاعل، النواة المركبة دي طاقتها زايدة. إيه اللي بيحصل؟ بتاخد جزء من الثانية صغير جدا عشان تستقر بخروج، هيخرج منها إيه يا ولاد؟ نتوقع إيه؟ ألفا. برافو. ليه؟ قال لي لأنها اتحولت إلى نظير الصوديوم Na11 24. طيب 13 لما يتحول ل11 يبقى فقد 2. مين اللي عدده الذري 2؟ ألفا. يبقى هنا أنا استخدمت الديوترون ونتج عن استخدمته كقذيفة ونتجت قذيفة جديدة اللي هي قذيفة ألفا. طيب الليثيوم 3 6 هنقذفه بقذيفة النيوترون، هيدينا إيه يا ولادي؟ هيدينا نواة مركبة HA2O4 نواة الهيليوم، دي هتستقر زائد H13. طبعا هنا اللي حصل ايه؟ ان تحول الى هيليوم وايه وبروتيوم لو H13 نظير الهيدروجين. نظير ايه يا اولاد؟ الهيدروجين. طيب هنلاحظ في كل انواع في المعادلات كلها اللي قدامك، لاحظ ان قانون حفظ الشحنه لابد من تساوي مجموع الاعداد الذريه في طرفي المعادله. لو احنا جمعنا كل الاعداد الذريه في طرفي المعادله هنلاقي كل الاعداد الذريه اللي قدامك متساويه، يبقى بتخضع لقانون حفظ الشحنه. التفاعلات النوويه تخضع لقانون حفظ الشحنه. يعني ايه يا مس حفظ الشحنه؟ قلنا لابد من تساوي مجموع الاعداد الذريه في طرفي المعادله. قانون حفظ الكتله والطاقه ده لابد من تساوي مجموع اعداد الكتله في طرفي المعادله. يبقى قانون حفظ الكتلة والطاقة لابد من تساوي مجموع أعداد الكتلة في طرفي المعادلة. يبقى أنا لازم أجمع كده، قلنا في المعادلة اللي فوق أول معادلة الأعداد الكتلة في المعادلة الأولانية 27 1 28، النواة المركبة 28، والمغنيسيوم عدد الكتل بتاعه 24، وألفا 4 يبقوا 24 و4 28. يبقى المعادلة الأولانية بتخضع لقانون حفظ الشحنة اللي هو تساوي الأعداد الذرية تحت، وحفظ الكتلة والطاقة اللي هو مجموع أعداد الكتلة في طرفي المعادلة متساوية يا ولادي. هناخد النوع الثالث من أنواع التفاعلات النووية، الانشطار النووي. الانشطار النووي يبقى احنا خدنا التحول النووي العنصري، ان احنا قلنا بنقذف نواة اسمها الهدف بقذيفة نووية بنواة أخرى اسمها القذيفة، وهينتج عنصر جديد، هينتج الأول نواة مركبة وبعدين بتستقر وتتحول إلى عنصر جديد ويخرج منها أنوية أخرى. طيب الانشطار النووي، الانشطار النووي نوع من أنواع التفاعلات النووية. بيحصل لمين؟ قال لي نواة تقيلة يا أولاد، نواة ثقيلة،
بتنشطر إلى نواتين متقاربتين في الكتلة نتيجة تفاعل نووي معين. يبقى أنا بدور على عنصر قابل للانشطار. مين العنصر اللي ممكن ينشطر؟ قال لي نظير اليورانيوم 235. نظير اليورانيوم 235 لو أنا قذفته بقذيفة النيوترون هينشطر، يعني هيتقسم لنواتين متقاربتين في الكتلة ويخرج عدد من النيترونات. هنتعرف النواتين المتقاربتين في الكتلة هنا في المثال اللي قدامك الباريوم والكريبتون. يبقى بيتحول اليورانيوم 235 إلى يورانيوم 236 نواة مركبة. النواة المركبة احنا لسه قايلين يا ولاد نواة طاقتها زايدة، بيحصل ايه؟ هتبتدي تتقسم لنواتين متقاربتين. في احتمالات كتير للنواتين المتقاربتين، من الاحتمالات ان يتكون عنصري الباريوم والكريبتون زي ما انت قدامك في المثال وخروج عدد من النيترونات. ده اسمه انشطار. انشطار يعني تنقسم النواة الثقيلة إلى نواتين متقاربتين في الكتلة نتيجة تفاعل نووي. هذا التفاعل ممكن أتحكم فيه لما يحصل داخل مفاعل نووي. طيب لو أنا ما عملتش تفاعل ده داخل مفاعل نووي، إيه اللي ممكن يحصل يا ولاد؟ قال لي مش قدامك خارج عدد من النيترونات وخارجة بطاقة هائلة، ممكن تقذف أنوية جديدة وإيه، والطاقة عمالة تتضاعف تتضاعف وأنا ما أقدرش أتحكم في التفاعل، اتحول لقنبلة. اتحول لقنبلة نووية بتبيد. يبقى الانشطار النووي انقسام نواة ثقيلة إلى نواتين متقاربتين في الكتلة نتيجة تفاعل نووي. طيب التفاعل ده علشان أتحكم فيه لازم يجرى داخل مفاعل نووي. للتحكم في هذا التفاعل يجب إجراؤه داخل المفاعل النووي. طب إذا ما تحكمناش فيه ألا يتحول إلى قنبلة نووية؟ طيب احنا عايزين نعرف برضو اكتر عن الانشطار النووي، شروط حدوثه ايه يا مس؟ قال لي شروط حدوثه وجود قذيفه مناسبه زي النيترونات. طيب الوقود النووي اللي قابل للانشطار، قال اليورانيوم 235 ده قابل للانشطار، في عنصر تاني اسمه البلوتونيوم 239 قابل للانشطار. طيب خلينا في اليورانيوم اللي هو 235، انا خدت قبل كده اليورانيوم 238. طيب هل اليورانيوم 238 قابل للانشطار؟ قال لي لا. لو قذفت بقذيفه النيترون هيمتص النيترون مش هيتقسم اثنين. امال مين النواه اللي ممكن تتقسم اثنين؟ قال اليورانيوم 235، عشان كده بنسميه الوقود النووي، عشان كده بسميه ايه؟ الوقود النووي، لانه ايه يا ولادي؟ لانه قابل للانشطار. طيب شرط كمان يا ولاد ان لازم حجم الوقود النووي ده بيسمى الحجم الحرج، لازم حجمه يكون في الحجم الحرج. طيب ليه بقى؟ ليش معنى الحجم الحرج؟ قال لي ده لو مش الحجم الحرج ده الموضوع هيبقى فيه مشكلة. طب نشوف يعني ايه الحجم الحرج. قال لي كمية من اليورانيوم يكون فيها نيترون واحد في المتوسط من كل تفاعل ببدء تفاعل جديد. انا قلت لك انا عايز اتحكم في التفاعل. طيب عشان اتحكم في التفاعل أنا هاجر التفاعل ده داخل المفاعل النووي، ولازم يبقى الوقود النووي اللي هي اليورانيوم 235 القابل للانشطار لازم يكون حجمه في الحجم الحرج. إيه هو الحجم الحرج؟ قال لي كمية اليورانيوم اللي بيقوم فيها نيترون واحد في المتوسط من كل تفاعل ببدء تفاعل جديد. تمام؟ طيب إذا كان حجم اليورانيوم أقل من الحجم الحرج التفاعل هيبدأ؟ لن يبدأ. إذا كان الحجم مساوي للحجم الحرج بيكون التفاعل بطيء. طب ما أنا محتاجة تفاعل بطيء عشان أقدر أتحكم فيه. إذا كان الحجم أكبر بكثير من الحجم الحرج معدل التفاعل بيكون سريع جدا ومصحوب بانفجار، وده اللي بيحصل في القنبلة النووية. يبقى القنبلة النووية الحجم بتاع الوقود النووي القابل للانشطار فيها بيكون أعلى من الحجم الحرج. طب علشان انا اتحكم في التفاعل واستغل الطاقه النوويه في المجالات السلميه المفروض ان انا محتاجه الطاقه النوويه دي، يبقى انا هجري التفاعل داخل المفاعل النووي ولازم كميه اليورانيوم القابله للانشطار اللي انا بسميها الوقود النووي تكون مساويه للحجم الحرج. طب انا مدياك ثلاث احتمالات، مدياك حجم اليورانيوم
أقل من الحجم الحرك؟ هتقولي التفاعل لن يبدأ. طيب إذا كان حجم اليورانيوم يساوي الحجم الحرج، هتقولي التفاعل بطيء. طيب إذا كان الحجم أكبر بكتير من الحجم الحرج، هنا معدل التفاعل بيكون بسرعة جدا وبيكون مصحوب بانفجار وما بتحكمش فيه، والموضوع بيخرج بره التحكم وبيبقى الموضوع قنبلة نووية. طيب انشطار نواة اليورانيوم 235 عند قذفها بقذيفة النيوترون هتنقسم إلى نواتين لعنصرين متقاربين في الطاقة، قلت لك كريبتون وباريوم، وبيخرج ثلاث نيترونات جديدة. طيب الثلاث نيترونات جديدة دول ممكن يقذفوا أنوية أخرى، صح يا ولادي؟ إحنا هناخد دلوقتي اليورانيوم 92235 زائد قذيفة النيترون بيديني نواة مركبة لليورانيوم 92236. النواة دي هتنشطر إلى نواتين لعنصرين متقاربين في الطاقة. ده أحد الاحتمالات اللي مكتوب قدامك في الشاشة، ده أحد الاحتمالات، لأنها ممكن تديني أنوية عديدة، بس احتمال منهم إن يكون نواتين زي قريبين من بعض زي الكريبتون والباريوم اللي قدامك دول يا ولد. الكريبتون 36 92 والباريوم 56 141 زائد 3 نيترون زائد كمية كبيرة جدا من الطاقة. طيب يا اولاد انا الطاقه دي هستغلها بقى وايه، واستخدمها في الطرق السلميه، اعمل منها كهرباء، اشغل بيها مصانع، المهم ان انا هستغل الطاقه الناتجه دي. طالما انا اعمل التفاعل ده داخل المفاعل النووي، هستغل الطاقه وانا بتحكم في التفاعل واحط كميه من الوقود النووي لكميه من اليورانيوم 235 تساوي الحجم الحرج. عشان ايه يا مس؟ قال لي علشان نيترون واحد من كل تفاعل يبدأ تفاعل جديد. طيب ليه انت بتسميه التفاعل الانشطاري بتفاعل متسلسل؟ قال لي لأن النيترونات الناتجة بستخدمها كقذائف جديدة، يبقى أنا هضمن استمرار التفاعل، لأن أنا مجرد ما أنا أي قذفت بقذيفة نيترون واحد، إيه اللي حصل؟ قال لي إداني كل نيترون بإداني ثلاث نيترونات. طب أنا عايزة التفاعل بطيء، يبقى أنا عايزة نيترون واحد من كل تفاعل يبدأ تفاعل جديد، لأن أنا لو سبته مع نفسه كده ثلاث نيترونات ممكن يقذفوا أنوية جديدة، والثلاثة دول ينتجوا تسعة، والتسعة ينتجوا 27، والموضوع عمال يتضاعف لغاية ما يحدث الانفجار ويبقى الموضوع قنبلة وأنا ما اتحكمتش فيه. علشان كده أنا قلت أنا هستخدم كمية من اليورانيوم تساوي الحجم الحرج. طب ليه إحنا بقى بنسميه التفاعل المتسلسل؟ قلنا ليه؟ لان النيترونات الناتجه هي اللي بتستخدم كقذائف جديده، يعني انا ما استخدمتش نيترونات جديده، لا ده هو ايه الموضوع، ان انا قذفت بنيترون واحد والنيترون انتج ثلاث نيترونات، النيترونات الناتجه هي اللي بتستخدم كقذائف جديده عشان اضمن استمرار التفاعل. طيب فكره عمل القنبله الانشطاريه ان بيحصل التفاعل الانشطاري المتسلسل ده في وقت قصير يا ولاد، تنتج عنه طاقة حرارية ضخمة جدا تتزايد باستمرار التفاعل إذا أمكن استخدام أكبر عدد من النيترونات، يعني النيترونات الناتجة عمالة تتضاعف وتنتج طاقات متضاعفة، فالتفاعل عمال الطاقة الناتجة منه بتبقى طاقة عالية جدا في وقت قصير، فأنا بقول عليه ده إيه، تفاعل انشطاري متسلسل وحصل في وقت قصير يبقى الناتج عنه انفجار هائل، وده فكرة عمل القنبلة الانشطارية. ناخد موضوع جديد بقى، طبعا الشمس مفاعل نووي ازاي؟ الشمس بتتكون من الهيليوم والهيدروجين، نظير الهيدروجين اللي فيها بيتحد أنوية الهيدروجين منتجة أنوية هيليوم تندمج مع بعض يا ولاد وتنتج طاقة هائلة، اللي هي بإيه بتمد الإيه بتدي الحياة لكل كوكب الأرض. طاقة الشمس اللي هي مصدر الحياة بتاعنا كلنا على وجه الأرض، سببه إيه؟ سببه تفاعل نووي داخل الشمس. يعني الشمس دي مفاعل نووي مثل؟ آه مفاعل نووي ضخم. إيه هو بقى موضوع الاندماج النووي ده؟ يعني أنا ممكن يبقى عندي نواتين خفيفتين أدمجهم مع بعض، أخليهم يندمجوا مع بعض ويدونا نواة أثقل، يبقى الموضوع هيبقى اسمه الاندماج النووي، تفاعل نووي
يتم في دمج نواتين خفيفتين عشان تكوين نواة أثقل منهم، لتكوين نواة أثقل. بيقول لي تحدث العديد من التفاعلات الاندماجية داخل الشمس والنجوم. طيب ليه بقى؟ ليه بيتم؟ قال لي ده شروط التفاعل الاندماجي النووي ده عشان يحصل يا أولاد، المفروض إن أنا محتاجة طاقة لبدء هذا التفاعل توصل لملايين الدرجات المئوية. طيب ما الشمس السطح بتاعها ده يعني درجة الحرارة إيه تصل لملايين الدرجات المئوية على سطح الشمس والنجوم. طيب ده هيوفر لي البيئة المناسبة للاندماج النووي، والناتج الاندماج النووي طاقة هائلة برضو ناتجة عن الاندماج النووي، مصدر الطاقة المدمرة للقنبلة الهيدروجينية. يبقى الاندماج النووي هو مصدر الطاقة المدمرة للقنبلة الهيدروجينية. التفاعل الاندماجي بيحتاج إلى 10 مليون درجة مطلقة لبدء التفاعل. طب التفاعل النووي ما أقدرش أعمله حاليا في المختبرات، يصعب تحقيقه في المختبرات. إيه؟ إحنا اتفقنا إن هو بيحتاج لملايين الدرجات المئوية، الموضوع صعب إن أنا أوفر له. يعني التفاعل الاندماجي هيبقى علشان أعمله لازم أعمل تفاعل انشطار، يعني انشطار نووي، يعني علشان يوفر لي الحرارة الهائلة اللي أنا محتاجاها عشان أبدأ التفاعل الاندماجي. طب أنت محتاجة الحرارة دي في إيه يا مس؟ قال لي ما هو إحنا مش هنعمل اندماج للأنوية يا ولاد؟ تمام. طيب وهي الأنوية دي هي الذرات موجودة في صورة أنوية ولا موجودة في صورة ذرات؟ طب ما أنت عايز تعري ذرات من إلكترونات، عايز تحولها أنوية عشان يتم دمج الأنوية مش يتم دمج الذرة. كل اللي عندي اللي هيحصل بينها الاندماج في صورة أنوية المفروض إن أنا أتخلص من الإلكترونات اللي حواليها. طب أتخلص من الإلكترونات إزاي؟ أديها الطاقة الهائلة عشان أبدأ التفاعل الاندماجي. فالتفاعل الاندماجي بيحتاج إلى حوالي 10 مليون درجة مطلقة عشان أبدأه، فيصعب إجراءه في المختبرات. الاندماج النووي هناخد مثال موضوع الانشطار، فهتكلم في الاندماج. اندماج نواتي الديوترون لتكوين نواة الهيليوم، هيوجد فرق في الطاقة، طاقة مقدارها 10 مليون إلكترون فولت عن كل نواة مس، يبقى الطاقة دي هايلة جدا مش كده؟ اتنين نواتين اهم، نواتين للديتيريوم اللي هتبقى ديوترون بعد ما عريها من الكترونات هتبقى نواتي ديوترون، الاثنين دول هيتحدوا مع بعض يدونا نواة الهيليوم. لازم شرط التفاعل ان انا محتاجة حرارة عالية جدا عشان ابدأ التفاعل الاندماجي. الفرق في الكتلة بيتحول الى طاقة، الطاقة دي قدرها قد ايه يا مس؟ 3.3 من 10 مليون الكترون فولت عن كل نواة ولادي. تمام؟ ده مثال لاندماج نواتي الديوترون لتكوين نواة الهيليوم. جينا الفقر بقى، فكر واستنتج ويلا مع بعض نحل يا ولادي تفاعلات التحول النووية، تفاعلات نووية تقذف فيها نواة العناصر التي تسمى الهدف بقوسين متسارع، يعني أنا مسرعاه يسمى القذيفة، لتحويل الهدف إلى نواة جديدة لها خواص كيميائية وفيزيائية جديدة. أي من الآتي ليس مثالا لهذه القذائف، يعني مين ممكن ما استخدموش كقذيف؟ الديوترون، لا استخدمنا أولاد الديوترون واستخدمنا النيترون واستخدمنا البروتون. طب ينفع الإلكترون يا أولادي؟ ينفع الإلكترون يستخدم كقذيفة؟ هتقولي لا يا مس، ده الإلكترون ده إيه كتلته مهملة مش كده يا أولاد؟ الإلكترون ده كتلته مهملة، فضلا عن إنه إيه كمان يا أولاد؟ سالب الشحنة، يعني ممكن ينجذب للنواة، هيقذفها إزاي؟ يبقى اللي ما ينفعش في دول كقذيفة هو قذيفة الإلكترون. برافو عليكم. يوضح الشكل قذف نواة اليورانيوم بنيوترون لتكوين نواتج مختلفة. لماذا تسبب هذه العملية في حدوث تفاعل تسلسلي؟ طيب العملية دي هتبقى تفاعل متسلسل ليه؟ لأن الإلكترونات الناتجة تتسرب باعتبارها مقذوفات جديدة، قنابل تكون تفاعلات مشابهة جديدة، ولا لأن الطاقة الناتجة تتصرف باعتبارها مقذوفات، ولا لأن النيترونات الناتجة تتصرف باعتبارها مقذوفات جديدة تكون تفاعلات مشابهة جديدة. طيب يا ترى إيه الإجابة في دول؟ ولا لأن البروتونات الناتجة تتصرف باعتبارها مقذوفات جديدة أو قنابل تكون تفاعلات مشابهة جديدة؟ نبص الاختيارات اللي قدامي يا ولاد. القذف نواة اليورانيوم بقذيفة النيوترون هتديني نواتج مختلفة،
طيب امتى اقول على التفاعل ده متسلسل؟ مش الانويه الجديده دي. هل الانويه الجديده دي النيوترونات الجديده؟ اول اختيار بيقول لي لان الالكترونات، فين الالكترونات دي يا مس؟ لا ده نيوترونات. لان الطاقه الناتجه هي الطاقه هي اللي بتتصرف باعتبارها مقذوفات؟ لا يا مس. لان النيوترونات الناتجه تتصرف باعتبارها مقذوفات؟ ايوه هي دي الاجابه، النيوترونات الناتجه تتصرف باعتبارها مقذوفات جديده او قنابل جديده تكون تفاعلات مشابهه جديده يا اولاد. لان انا اطلقت النيترون وقذف في اليورانيوم واداني نواتين لعنصرين وخرج عدد من النيترونات تستخدم كقذائف جديده. يبقى النيترونات الناتجه هي اللي بتتصرف كقذائف جديده تعمل تفاعلات مشابهه جديده، فعشان كده بقول عليه تفاعل تسلسلي بمجرد بدءه يستمر لاستخدام النيترونات كقذائف لتكوين تفاعلات مشابهة جديدة. بيقول اختر صحيحة أو خاطئة لوصف كل عبارة. ينطوي الانشطار النووي على نواة صغيرة تتحد معا لتكوين نواة أكبر. الكلام ده صح؟ ده انشطار؟ ها؟ الكلام ده صح يا ولاد؟ ده انشطار نووي ولا ده اندماج نووي؟ قال لي لا يا مس ده اندماج نووي. ينطوي الانشطار النووي على نواة صغيرة، العبارة خاطئة طبعا. العبارة مش دي، مش ده اللي يمثل الانشطار النووي. ليه؟ لأن الاندماج هو اللي نواتين صغيرين بيتكونوا مع بعض أو بيندمجوا مع بعض لتكوين نواة أكبر، إنما الانشطار حاجة تانية، الانشطار يعني انقسام يا مس، يعني نواة ثقيلة تنقسم إلى نواتين لعنصرين متقاربين في الطاقة. حدد ما إذا كان كل وصف ينطبق على الانشطار أم الاندماج. يمكن أن يؤدي إلى تفاعل متسلسل، الانشطار ولا الاندماج؟ هتقولي الانشطار، ليه الانشطار يا مس؟ هقول لك علشان الانشطار بينتج عنه عدد من النيترونات تستخدم كقذائف جديدة فيستمر التفاعل بمجرد بدء. ينتج 2 أو 3 نيترونات، مين دول يا ولاد؟ مين اللي بينتج 2 أو 3 نيترونات؟ تقول لي برضه يا مس الانشطار. ويحدد ما إذا كان كل وصف ينطبق على الانشطار أم الاندماج. يستخدم النظائر الخفيفة مثل الهيدروجين. مين اللي بيستخدم النظائر الخفيفة مثل الهيدروجين؟ أكيد مش الانشطار. في الانشطار أنا بستخدم نواة تقيلة، إنما الاندماج هو اللي بيستخدم أنوية خفيفة عشان تديني نواة أتقل. ينتج الطاقة داخل النجوم مين؟ الاندماج برضو بينتج الطاقة داخل النجوم، تمام؟ حدد ما إذا كان كل وصف ينطبق على الانشطار أم الاندماج. يقسم النواة يعني أي انقسام هيبقى انشطار وأي اتحاد هيبقى اندماج، صح يا ولاد؟ طيب لأن الانشطار حاجة كبيرة بتتقسم 2، هتتقسم النواة 2 يبقى ده الانشطار وأنت مغمض تختار. يدمج النواة يعني هيكون النواة الخفيفة تندمج مع بعض وتديني نواة أتقل، يبقى أكيد ده يمس الاندماج، تمام. حدد ما إذا كان كل وصف ينطبق على الانشطار أم الاندماج. له استخدامات تجارية، الانشطار ولا الاندماج يا ولاد؟ مين اللي ممكن أستخدمه؟ قال الانشطار، إحنا اتفقنا إن الاندماج محتاج طاقة عالية تصل إلى ملايين الدرجات، الطاقة الناتجة عنه بتكون هائلة لا تتحملها جدران المفاعل، يعني صعب الحصول عليه، فاللي ليه استخدامات تجارية اللي هو الانشطار النووي. ينتج الكثير من النفايات النووية الخطرة طبعا الانشطار النووي لأن فيه وقود نووي، إنما الاندماج النووي ده بيحصل بين أنوية نظائر الهيدروجين، ودي موجودة أولاد في المياه، في مياه المحيطات موجود نظائر الهيدروجين، المياه الثقيلة ديت فيها نظائر للهيدروجين، انت مش محتاج وقود نووي في الاندماج النووي، انما محتاج وقود نووي في الانشطار. بس هي صعوبة الحصول على الاندماج النووي ان انت توفر له الطاقة اللازمة لبدءه، هي دي المشكلة. المشكلة ان هو معتمد على تفاعل انشطاري. وصلنا لآخر حلقتنا مع بعض، تمنياتنا ليكم بالتوفيق. كنت معكم انا مس حنان الساس ومستر مين عطية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.